إذا تبعوا معايا، أول حاجة راح نديروها هي العنوان the title. So Marie Curie. أول كتابة نديروها هو بيان سور الاسم تاعها، ما تروحوش تقولوا شي، دايما نبداو بالاسم الكامل ماري كوري سكلودوسكا ولا ماري سكلودوسكا كوري كيما حبيتو، ومن بعد ديروا لي جملة افتتاحية اللي هي جملة تعريفية. فوق هذا السيدة هذه علاش رانا نهضروا عليها، ما نروحوش قبالها نقولوا ماري كوري was born in، نقولوا تاريخ الميلاد وكاع، لا لا، قول لي قبل علاش راك تهضر عليها، باسكو مشهوره، علاش مشهوره، هذا الشيء راح يكون في الجمله الاولى. لازم كي نقرا الجمله الاولى اللي تكتبها لي نعرف على من راك راح تهضر وعلاش خيرت هذا الانسانه. اذا ماري كوري، ماري سكلودوسكا اسم الكامل كوري، is considered as the most famous female scientist in the world. صح، انا تقول لي استاذه بصح انا ما نعرفش ندير هذه. دوك عندك حلين، كما هنا لاحظتوا جبتها من التعليمه، من السند، السند الاستاذه راح تقول لك هذا الاستاذ شكون، تقول لك the most famous scientist in the Arab world ولا in Algeria، ولكن هنا مدت لنا معلومه كامله على ماري كوري. في حالة ما مدت لكش انت واش دير، انت راح لازم تحفظ جمله تكون تجي معاهم كامل. مثلا ماري كوري سكلودوسكا is a famous scientist، هذه تكفيني، قال عالمة مشهورة، تحبس هنا معليش. اوكي، كي نكملوا هذا الجملة التعريفية نروحوا للتاريخ ومكان الميلاد مع شوية ملاحظات. so she was born، هذه كومبلي وكاو طيح لكم في السينونيمز وكامل، كي هو يمدلك give me the opposite تاع died، كي يمدلك died الأوبوزيت تاعها هو كومبلي was born، ما تروحوش ديروا born وحدها خطأ، لازم was born كاملة. اوكي، انا نراجعو في كلش. so she was born on ولا in، لا لا on، علاش؟ لانه عندي التاريخ الكامل، مادام مدولي اليوم والشهر ولا غير الشهر معليش مع العام، خلاص ما عادش العام وحده، في هذه الحالة راح ندير on، كي مدولي العام وحده السنة وحدها ندير in. اوكي، so she was born on November 7th 1867، فاصلة ما تنساوهاش إن وديروا البلاد المكان. she was، هنا نديروا التخصص، she was a chemist and physicist، ولا تقولوا لي she was a scientist في، واش هي مدولك ثاني كلمة مهمة هي field، the field هذه معناتها في مجال الصحة، في مجال الطب، في مجال الرياضيات. اوكي، دونك she was a scientist in the field of، هنا واش عندنا chemistry and physics، فيزيولوجي وعلم. she discovered، هنا علاش سطرت على discovered، باسكو في السوجي في مغلطة داروا invention، invention يعني اختراعات، هي ما اخترعتش الأشعة. الفرق ما بين invented and discovered انه invented هو البريكولاج، شغل كان هذا الانسان يحب يبريكول، يدير بياسة يربطها مع بياسة يبرونشيهم من النار يخدم آلة، هذيك نقولوا هي invented، حاجة مش موجودة هو أوجدها، اون جينيرال آلة ما كاش حاجة واحدة أخرى. صح، أما discovered هي حاجة خلقها ربي سبحانه بصح الناس ماشي فايقين لها، هو اللي اكتشفها، كيما هنا أشعة الراديوم هذه the radium موجودة، حاجة خلق ربي سبحانه، هي وراجلها اللي اسمه بيير كوري هما اللي discovered هذا الراديوم. هذا الاكتشاف اللي هو discovery خلاهم يربحوا جائزة نوبل. so in 1903، كيما قلت لكم كيكون الزيرو هنا ما نقولوش 03 نقولوا 03، in 1903 she won، اللي هو the past simple of the verb to win، she won the Nobel Prize of Physics and in 1911 the Nobel Prize of chemistry، جائزة نوبل للكيمياء. بعد كل هذا الحياة يعني لابد من الوفاة، ماري كوري died، وهنا بالعاني قلت لكم died، اون سي جامي تحكم في pronunciation of the final ed، الدي تاعها الاي تاعها حيتقرا د، علاش؟ لانه كي نحيه حيبقى لي a vowel die i. اوكي، قلنا كي يكون عندي فوايل the final ed تقرا د. ماري كوري died on July، مرة أخرى on لأنه عندي الشهر واليوم، on July 1934 in France، توجور capital letters هنايا because we have proper nouns. إن شاء الله بالتوفيق وليداتي، نتمنى لكم كل النجاح والنجاح والنجاح، وتهلاو في والديكم اللي لازم تفرحوهم بالأخلاق أولا ثم العمل الدراسي. سلام.